كويز مجموعة من الأسئلة تجاوب من غير ما تخمم برشا وتجاوبني. جاسم سمحتك برشا في الحصة الكل تو تجاوبني. شكون اليوم أحسن لاعب تونسي تعتبر؟ أحسن لاعب تونسي بلالي برمضان. أفضل لاعب في تاريخ تونس ولا نقولوا على الأقل اللي خلط عليهم أنت؟ ما نجيبش نلعب نجيبك على التاريخ، أما اللي خلطت عليهم يوسف. يوسف مساكني. أحسن مدافع تونسي أكسيا حاليا ولا قبل؟ تو ياسين مريح. في تاريخ تونس اللي خلط عليهم أنت ديما؟ بدر أوج عادي. أحسن لاعب في الستاد تو؟ أحسن لاعب في الستاد بيت ملك بل نحكي على كارقام. اللاعب اللي تشوفوا تو في بطولتنا قادر ينجح في البرا في تونس في اوروبا ولا في الامارات ولا في حاجه هكا؟ بلالي برمضان. شكون اقرب لاعب ليك؟ وين في تونس؟ اقرب اون جينيرال لاعب قريب لك في تونس ولا خارج تونس؟ في تونس باهي برشا. من بناني باهي. افضل مدرب تونسي؟ افضل مدرب تونسي نتعداو جوكر واحد تبعي ما عادش نعطيك غير. افضل مدرب تبعيت عنده فاني تريني. مدرب عنده فضل عليك؟ بس عدري دي امريكان زاري. ماتش ما تنساش؟ ماتش ما تنساش يقعد في بالك. ماتش ايطاليا اللي حالي الابواب. بونتو ما تنساش؟ اول ماتش مع البقلاوه ولا بونتو مع البقلاوه ضد المستيرة ولا. احلى بونتو ماركيتو؟ بونتو مزيان. هذاك هو في نكهه خاصه. اول بونتو واحسن بونتو في دقيقة في وقت باهي. بونتو تمنيت لو كان انت ماركيتو. الدون الدون كتر بوفان. شكون اقوى جمهور في تونس؟ البقلاوه. اش بيك تضحك؟ علاش تضحك؟ سمو خاطر حليت عيني فيه ما نجم نقول حتى شيخ. باهي. اقرب جمعية لقلبك بعد الستاد؟ جمعية تميل لها شوية هاك. اضربني بجوكر اخر. لا لا اعطيتك واحد توا وعطيتك برشا في وسط الحصة وما عادش نجم نعطيك حتى واحد. اضربني بجوكر اخر. ليه قلنا ليه؟ طيب. باهي ما عادش نعطيك واحد اخر. صار مازالو؟ اي مازال. في الدربي الكلوب ويسبيرون شكون تشجع؟ زوز. ما فماش واحد شجع زوز. ما عادش عندي برشا وقت. زوز. اعطيني واحدة. زوز زوز. ماكش تجاوبني زاد. تعبتني خويا اليوم تعبتني. أحسن لاعب في العالم شكون؟ ميسي. وأحسن مدرب؟ كلوب. انت جاي خممت قلت زعما شنو يسالني؟ خممت ومنتو عند عليك فكره سلام. عندك عليك فكره؟ شنو هي الفكره عندك؟ ها؟ شنو هي الفكره اللي عندك؟ عندك كل رقم من الدراجي خويا. كانت هذه الكويز. الكويز. جاسم شرفتنا اليوم بحضورك هذيك الساعه خليك في الاخر كان تحب تقول حاجه. حاب نقول لك شكرا على الاستضافه. مرحبا. وفرحان برشا جيت بحداك. اللي عندك برشا زاد حاب نقولها تتصل بيا ما راني بالحق ما شفتوش. مرحبا. مش وفرحان برشا اللي جيت بحداك مره اخرى. وعندي ديتيكاس كان بين قوسين لشكون؟ مدام يوسف بن علي. نسخن هو مضروب توا مع المنتخب قاعد يلعب ما لعبش الماتش هذا ان شاء الله حظ اوفر الماتش. نسلموا عليه برشا وبعث لي ميساج قول له باش نجاوبك كان يسمع. صحاب انت يوسف؟ اه بالكدا. سلم عليه تحيه. وان شاء الله بشفاه تقدر صاحبي امين بناني اللي هو مريض بالكورونا ان شاء الله ربي يشفيه ويشفي توينس الكل مصابين بكوفيد 19. شكرا عليه.